بعيون حزينة لاجئون تائهون يصلون إلى أوطان غير أوطانهم، مثقلين برحلة البحر أو البر للبحث عن الحاضر المؤلم، أما المجهول فهو عنوان مستقبلهم. من بين مليوني شخص تقدموا بطلبات اللجوء في الآونة الأخيرة، اختار أكثر من ثلثهم اللجوء إلى ألمانيا، مستفيدين من سياسة الإدماج الاجتماعي والثقافي لمساعدتهم بكل أشكال الفن التي تعبر عن قضاياهم وحنينهم إلى الوطن. شارك اللاجئون السوريون والأفغان في مهرجان برلين بأنشطة فنية مختلفة، حيث عرض فتيان الأرثيون رقصات من تراث بلدهم الذين قدموا منه، كما قدم مجموعة الحكوات مسرحية بعنوان غرونيكا تحمل الاسم نفسه للوحة الشهيرة للرسام الإسباني بيكاسو، المعبرة عن مأساة الحرب وما تسببه من معاناة. إذا كان السياسيون يعقدون عديد اللقاءات للتعريف بقضايا الأمم والشعوب، فإن الفن لغة اللاجئين.